أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. جيان عملك فاهل لو كجيست عنه ما حقوله كجيست سود إلهي. إن الله الله كان وهو هذه توابا عليه توب أقبلت بغن أيوه هذا الله رحيما عليه نحريس أيوه هذه أيضا إنه ماشي أنك قلي إنه لبا قول أياك جرته هل أيان أوه راجحسن لبا قول أياك جرته علماء وحي راهدين فقاموا خدبا وحي راهدين وحال ورجي ذا إثلث ندي قال ورجي ذا قارنا وحي راهدين زندي والا قوار رمية لواتك أيان ورجي ذا سلاس أيان فاجح وي والذان لبا قول إلهي يأتيانها لا إمانا يفاحشه فاحشه هذا ماشي أمرك وحال قوضا وحال قوضا لواتك أيان قوضا وزنيدا والوات وحي الى الاولاد لتنويع الخلاف وي فحشدا الى السوق لا شيء ماشان لكن وحوي ان الوات كتاي ايا لا رجحا يا وي او مركاس الوات ان اي تاي ايا اظهر وي زنيدا الى الوات كما ان الى لا جيدنا وا سوت قلبا ليري او كودا دعايا رغا كودا دعايا ليري او زنيدا مركاس هوانكا كا ايمانيسا ايدا وا نو سو دقد ان يداهو ناغي زنيدا كا ايمانيسا فرا وا سو شيدي ee tanna in laga dhigo waa suurtagal ah leeyo waa iska ansixi karaysa iyagane zinada iyo lawaadku wada jira oo ragga ka dhacay ilaa ragga hore loo soo sheegin laakiin sida raajica waxa weeye waxa loo jeedaa halay lawaadka loo jeedaa laba haday waxa weeye lawaad ay sameeyaan oo waxyaabaha qoomuludka daba kafuulka ay sameeyaan marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala faaduhu ma labadaas dhigo ilaahay faaduhu ma macnaheero islaamka bilowgiisa sida xukunka ahay sida caadadeenu soo maraynay ayay markaasay ayaguna taayo ayaguna waa mansuux uunkeeda faaduhu maada waxa weeye fadhi in la caayo oo markaas kaba lagu dhufto waxyaabahaas ayaa markaasii markii hore arintu ay weeyey marka hadda waxa weeye aayada tan ayadana waa mansuux oo waxa soo arooray lawaadka xad ayaa ku soo aroortay faaduhu ma dhiba u dhahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala faaduhu ma dhiba fa intaaba hadday noqdaan ay ka soo laabtaan oo ilaahay faaxishada ay ka soo laabtaan وأصلح عملك أيها الجيان فأهل له كجيس عنه ما حقوه هدبينه الإلهي إن الله ألا كان وهو هذه توابا عليه توب أقبل الدماء أيها هذه وقفك توبك أن توب الله وتأقبل يا رحيما عليه نحريس أيها هذا الإلهي مرك هذا وحاوية وكا كان وحالغو نسخي حد أيالغو نسخي ومرك اللي إلى الزنا الولجي ذا حتى مرك اللي إلى اللواء الولجي ذا أيضا وحاوية حد أيالغو نسخي عند إمامنا الشافعي أي مرك لم توب لكن ما مشافئه يقوله يا سوي ودوه يا ماذا كلا مفعول به يمتك اللوات كالوصة ما ينعيه وفعلك أو قدعه أفجر حوية هجم أكتيسة معهم هواء هذا هو يمد محسن هذا كور بوسة هذا بل ولا جلدنا هوليه سندنا ولا تخيبنا هوليه مرك هذا ميشان لوات إن لو لجيه أيا أظهره محايلة تصليغ الله ميركا أيا مركا ساك وعد بينيسا سلاس أيا مركا سلو بغيه مرك هذا اللوات كأحكام كيسة وهاوي إمام الشافعي هو ليه يسوى دو مفعول كالغص وفعل كالغص ما ينعيه ولا فجمنا أيو ليه هاي حدي سمرك ساسا نقول إيسا محسن إيه وغير محسن وهو هذا هو ومتك بكر جاو حال وضو فانا يا بقول جيغل سندنا ولا تهجينا يا محسن كيسلها ولا فجمنا يا ولا مركز وكاب انتو ليه لكن إمام المالك هو ليه هاي متك اللوات كالف سميه إيه متك اللوات سميه فائلك يا مفعولك محسن ها هذانه غير كذا سا هذانه ولا فجمنا يا أيو ليه إمام أبو حنيفة يسوي روجا في اللواتك كان وحيادها عن فعل كان حما قوملوتك فعل كيس وكلا وحيوي حدي يسوي روجا في قفكاس وحيوي بور دير أم بصر دير إن لقصة طورة دربئة أبوك اللي يسوي هيدو أسلاس مسك الله يقعدو سلاس أيا أسلم مثلتي سويت أدي أد أيو أفي أرين تاس محايا أرين أدي أدي فرح مهي إلا يقول سبحانه وتعالى إنما إنك لا تم إن عبد معناه إلهي هو نصوبه فإن تاباه وأصلحا هذه أي صور نغضان أي عمل كهياجيا فأحفظوا عنه ما يقول إله ماذا مركة توبة يا الله شاقي توبة عبد ماذا أنا إلهي عام إسكتها سيلا مركة سيدتك توبة لك أقبل أيو يا دتك توبة أن لك أقبلين حالة توبة لك أقبل أيو يا حالة أن لك أقبلين أيا إلهي سبحانه وتعالى لك إنه يقول شيقي مركة الله يقول سبحانه وتعالى إنما إنك لا تم هنا يقول إلهي التوبة توبة يقول إلهي هو على الله إلهي كركيس أهاتي
للذين كوا أي أسرنا سيعملون السوء حمامة عمل فرعية بجهالة حالهم كوا جاهلين هو إلهي مركز رب وضع عاصنا يان ثم بعيدا يتوبون الصوء نقنايا من قريب من زمن قريب زمن أوضو الصوء نقنايا توبر إلهي سبحانه وتعالى أيون وغيره رمي إنما إنك لا تما هنا التوبة التوبة الإلهي هو على الله إلهي كل كيسة هاتي على الله إذا المحال قوضا التي كتب على نفسي وقبولها بفضله وتوبة الإلهي سبحانه وتعالى نفتي سأوكو قري إنه أقبر آيه فضل جيسة نمارتي أيتاي على سبيل التفضل والإحسان وي هذا إلهي واحد واجب كوه مجران على ذا وجود مكينيس إلهي واحد واجب يخويه وعسل الله وحال قوضا على سبيل التفضل والإحسان وي إلهي سبحانه وتعالى أدو من كيسة أو تفضل أيا لقوضا مركا هذا كان وحاوي حسن ترتيب وي محايل ذنبك أيا الله شاقي مركا سا إلهي وحول لفنقلين أيا توبضي إنو كوهر ما أيو ألا فنقلين أيا على الله إذا نسيدان شاقي نوعناها إلهي أيا إسلازمية تفضل منه وإحسانا وي إلهي فضل حقيسة كهذا إيا إحسان كيسا وي محايل الله كريم كوعد كيسا ليري مقوب يلاي وحيلا معناتها كتب ربكم على نفسه الرحمة أي لا معناتها ونفسي ربي جينو وهو نفسي سأو كقري إنه إذن حريصنا عيو مركا الله تاس ليه على سبيل التفضل والإحسان وي مركا سود إلهي إنما إنك لا تما هنا التوبة توبة يوم إلهي هو على الله إلهي كركيس آتي للذين قوى أي أصغناتي أو لقى أقبل يا وي يعملون السوء حمان تعمل فلاية معصبي سمينا يا نوع كسها آتي ثم بعد إذا يتوبون الصون قنا يود إلهي يعملون الصوا حمان تعمل فلاي بجهالة حالهم وجاهلين أي جاهلين أيا لقوا ذا جاهلين إذا عصوا ربهم ربي وذا مركي عصايا وحالي لقفك مركو إلهي عاصنا يواب الجاهل عليهم وقف الضوبع عصيان إلهي أو كجر حتى عالم هاي عالم كلابهما يواجاهل بالله مركا صود إلهي بجهالة نور إلهي جاهلين ويه عصيان كباه وحالة لحريري جهلي لأن العصيان لا يتأتى مع العلم يا ليري عصيان مسور توبا يو علم معجيس أيضا أرندو أيتاي وقف كان وحاوية شيقان وحاوية هي عاقبة دي سأسوك علم وقالك ووجوغو وحاوية جه عصيان مسور توبا ليري مركا وحالة لقفكم معاصدة أو قدعا علم قوال لقسيبها ليري علم قوال لقسيبها لأن أشد الناس خشة العلماء معايلة ضدكة وها هو عبصي بضان علماء سيدة إلهي يوري إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وها كعب سنة يأدو من كيس علماء يا كعب سنة مركا وها هو علم إيا مركا سي معصي وضا جرم آياني قفك مركي معصي أو قدع آيو ومر علم قال لغا سلبيين قنيسا معايا الرسول كان واتودا عليه الصلاة والسلام لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن حتى إيمان كوالغا قاضي زاني قمسني سنة يو مركا أزني سنة يو إساقو مؤمنة ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ودهي متك سارق انا وحد ما يسرق مؤمن وهي بركا وحوي مركان او عصيانك او كدعايو ويبا جاهل بالله اي معناه جاهل نمدو ميدو هرو قبل كليا لغا سو قادي ماي ثم بعد يدا يودا دنا الله يتوبون سو نقنايه من قريب من زمن قريب زمن او دو سو نقنايه زمن كان قريب كان محال لغا ودا قبل ان يغرقروا وي ان كان لا دو ييرين كو سو نقنايه قبل القرقره اي سو نقنايه وقت اللي يرا قرقره وي وان كان روحدودو حلقومك هل بولها اي سو غارين زمن كان marka waxaa weeye oo ku dhacay macsida iyo qarqarada tan inta u dhaxeysana waa qariib aan leeyin waxaa qariib looga dhigaa leeyin laana kulla ma huwa atin qariibuna leeyin wax kasto iimaanay waa iska dhawihi waqti kas hata kumanaan san han walaal hadaw raw waqti kas oo iimaanay waa dhawi haleey umriguna waxa leeyin wa in daala qaliiluna leeyin umrigaagu haba dheeraado waa iska yari haleey umri markaasi waxa weeye si kasta hadii lagu dheereeyana umrigu adduunyadan iyo aakhirada jaminkooda hadii loo nisbeeyo qaliil weeye waxa marka ku sugan aayadaani culimadu yiraahdeen in la ishaaro inay haboon tahay insaanka ku haboon tahay inuu toobadiisa uu cusboonaysiyo saacad kasta weeye لأن الموت متوقع في كل لمحة هاي الموتك وحلا شين سنة أيوي الملحسة كست موت على شين سكرة الملحسة كست إن عظيم طيا شين سكرت أيوي ولذا أيا وحوي سيدنا أبو بكر الصديق وحوله رضي الله عنه ما خرج مني نفس نوده
وانتظرت عوده وهؤلاء أنا جا نافو إذا ما بحناو لهاي مركا أو كل كاس كبعد جيدا أن سوينا يقصون قنيس أو كوا ذا شيخه سيدنا أبو بكر الصديق أو كوا ذا أنا جا هدي نافو رب حضه ناف تعساف وقصون قنيس حتى منش السدولة ما يهرو تيجي دون تعوجش ليش عبسي إلهي وكل جارب عشر كان الآيات سيئون وجوغيا الكاس سيئون كؤجيها والله سبحانه وتعالى أعلم.